الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الشبهه السادسه: النبي اعطي الشفاعه وانا اطلب منه مما اعطاه الله جل في علاه. فان قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه وانا اطلبه مما اعطاه، فالجواب الاول ان الله اعطاه الشفاعه ونهاك عنها، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. ما زلت أكرر وأبين الفارق، عليكم السلام ورحمة الله، البند الشاسع والفارق الواسع في مسألة من طلب الشفاعة أو صرف العبادة للشفاعة. أريد التفريق بين هذه وتلك لأنها من الأهم المكان. الفرق بين من طلب الشفاعة ومن صرف العبادة. نحن لا نسوي بين من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لقبر النبي فقال يا رسول الله اشفع لي عند ربك، وبين من قال بذبح أو نذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ليشفع لي عند ربي. بون شاسع وفرق واسع بينهما. لذلك هو قال فإن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله إلها، فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع، أن يشفع نبيه فيك، فأطعه، أطعه وهو الذي يشفع فيك. ولأن الشفاعة جميعا لله جل في علا، ولأن الله تعالى لا يقبل الشفاعة إلا في من ارتضاه الله جل في علا، في من رضي الله عنه سبحانه جل في علا. فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد بيّن الله جل وعلا أنه لا شفاعة عنده إلا بإذنه وإلا بالرضا. أن يأتي الشافع ليستأذن ليشفع، ولأن الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا قد نقول له في الإجابة الثانية إن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، وصح أن الشهداء يشفعون، وصح أن المؤمنين يشفعون، وصح أن الأطفال الأفراط يشفعون. نعم، فلما لم تسأل الشفاعة من هؤلاء؟ فالملائكة يشفعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث الشفاعة الطويل، يقول شفعت الملائكة، شفع النبيون والمرسلون، شفع المؤمنون، بقت شفاعة أرحم الراحمين. فلذلك يقال له إن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون وأيضا الأولياء يشفعون. ولأن الدعاء للطفل أن يقال اللهم، وهذا أخرجه البيهقي عن أبي هريرة بإسناد حسن لكنه جاء موقوفا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا، نسال الله بان يجعل هذا الفرط شفيعا مجابا لوالديه. والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون والشهداء يشفعون. اذا انت الان تختار شفيعا، ما اخترت الا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الله اثبت له شفاعه، واثبت الملائكه شفاعه، واثبت الباقي الانبياء شفاعه، واثبت المؤمنين شفاعه. فإذا هذه الشفاعة التي تطلبها لابد أن تطلبها من وجهها وفق ما جاء به الشرع. ولذلك نحن نقول في هذه المسألة أنهم يعبدونهم من دون الله جل وعلا طلبا للشفاعة. والآية صريحة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ما يعبدون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم بهذا يدل على أنهم صرفوا العبادة لغير الله طلبا للشفاعة. فلذلك قلنا نفرق بين من جاء فقال اشفع لي عند ربك، وبين من صرف عبادة من دعاء واستغاثة واستعانة، نعم، وذبح ونذر من أجل شفاعة. هذا عبد غير الله للشفاعة، والثاني طلب الشفاعة من من يظن به
أنه يكون شفيعا مقبولا عند ربه جل في علاه، طلب منه أن يشفع له عند الله جل في علاه. قد نقول هنا الآن التفت القلب إلى السبب، نعم، وأن طلب الشفاعة هنا فيها مسائل وسائل، وسيلة إلى الشرك في هذا الباب، لأن يعبدهم دون الله جل في علاه، نعم وسيلة إليه. فإذا نقول أن هذه وسيلة منها من باب الوسائل، من باب المقاصد، وإن كان أحكام الوسائل أحكام المقاصد، وهذه أقرب ما تكون إلى ذلك. باب المنشآت عفق الواسع، كما قلنا بين الوسيلة وبين حقيقة المسألة. وبقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دلالة على إثبات الشفاعة، وجود الشفاعة، لكن عند تمام الرضا. هذه بالنسبة للجواب عليهم في الثانية. وقلنا سنقف مع وقفة، هذه الوقفة هي التي بيناها بأنه فرق بين أن يطلب الشفاعة محض الطلب، يطلب الشفاعة، وبين أن يعبد، أن يعبد من أجل الشفاعة. فرق بين أن يذهب إلى قبر النبي يطلب منه الشفاعة، وفرق بين أن يذهب إلى قبر فيعبده من دون الله بصرف العبادة سجودا وركوعا أو نذرا أو ذبحا للشفاعة. يقولون تقربنا إليه هذه القربة من أجل أن يشفع لنا، وهذا خذلان من الله جل في علاه. الشبهة السابعة، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فإن قال أنا لا أشرك بالله، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر، لا يغفره، ولا تسأله عنه ولا تعرفه؟ إذن الشبهة السابعة، يقول الالتجاء للصالحين ليس بشرك. الإشكال هنا الالتجاء للصالحين أحياء أو أمواتا، ويقصد الالتجاء للصالحين أمواتا، أمواتا لهم شفاعة، يذهبون إلى قبورهم يسألونهم ولهم شفاعة، والصالحون لهم الحظ عند الله جل وعلا، والصالحون لهم المكان عند الله جل وعلا. لكن هل المكان والحظ التي عند الله تبقى كما هي إن عبده أحد من دون الله جل وعلا، إن غال في أحد من دون الله جل وعلا؟ لذلك يقال له فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، نعم، قلنا تشرك بأنك استغثت بغير الله جل وعلا، طلبت المدد من غير الله جل في علاه، قلت مدد يا كذا، وطلبت المدد منه والغوث، الغوث كل ذلك شرك. استغاثة بغير الله، صرف عبادة بغير الله، هذا شرك. قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء الشفعاء من الملائكة والنبيين والصالحين والشهداء، ماذا عند ربهم جل في علاه، وماذا يفعلون لربهم جل في علاه؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن قال مدد يا بدوي، من قال يا عبد القادر الجيلاني، من قال واستغاث بهؤلاء الصالحين، يقال لهم قد قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقد قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله تعالى مبينا أن عباد الله لا يملكون من الخير شيئا ومن الشر شيئا، ولا يملكون من الدنيا بأسرها شيئا. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إلى أن قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.
فأبطل الله الالتجاء إلى الصالحين وإلى الأنبياء والمرسلين، وأبطل الاستغاثة بهم، وأبطل الاستعانة بهم، أبطل كل ذلك. ولأن شفاعة جميعا لله جل في علا، ولما أبطل ذلك حتى لا يكون هذه الاعتقاد الباطل. إذن إذا قال أنه يتوسم في الصالحين، إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء للصالحين ليس بشرك، نقول هو شرك، لأنك التجأت إليه وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. حتى سيد الخلق أجمعين أمر الله أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير ولم أستني سوء. أن تترسم خطى الصالحين في رضا رب العالمين، وأن تستعين بالله جل في علاه معهم تعاونا على البر والتقوى، وإن أردت استغاثة أو استعانة به، نعم إن كان حيا حاضرا قادرا، هناك ظلم يقع عليك فتستغيث به أن يرفع ظلمه ويقدر على ذلك، نعم لك ذلك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكده موسى فقضى عليه، وأقر الله هذه الاستغاثة، والله لا يقر على باطل ولا على منكر ولا على شيء فضلا عن الشرك. هذه الشبهة السابعة، وقد انتهت بفضل من ربنا ونعمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.